بحكم الانتماء ديالي لهذه المقاطعه بالتزامن مع الايام الثقافيه اللي نظمتها مجلس مقاطعه مولاي رشيد، كان طلب من المجلس انه واش ممكن يتنظم واحد المعرض ديال الصناعه التقليديه للصناع التقليديين ديال المنطقه. كنعرفوا الاهميه ديال المعارض اللي كتخلق واحد الرواج اقتصادي للصناع التقليديين، لان كنعرفوا واحد المعاناه اللي بداو كيعانيوها الصناع التقليديين. انا كنعرفوا ان الصناعه التقليديه بدات يعني كتعاني من المنافسه ديال المنتوجات اللي كتصنع بالالات واللي كتجي من دول اللي فيها اليد العامله رخيصه. هاد التراث اللامادي ديال الصناعه التقليديه لا خاصنا نساهموا في الحفاظ عليه، والدليل على انه مهم في الهويه المغربيه انه كاينه وزاره ديال الصناعه التقليديه وداخله مع السياحه. كنقولوا الصناعه التقليديه راه كتساهم في السياحه. هنا الحمد لله كاين واحد 30 عارض من جميع الحرف ديال حاولنا يكون داكشي منوع، يعني العارضين يكونوا منوعين. الحمد لله الاروقه كما يمكن راه الاخ خدا استجوابات مع الصناع، كانت الاستفاده من الاروقه مجانيه لان الغرفه الصناعه التقليديه هذا هو الدور ديالها، يعني كتشجع الصناع التقليديين بواحد الاروقه مجانيه منها يخلقوا رواج اقتصادي، منها كيساهموا في الحفاظ على هاد اللي نسميه انا واحد التراث وواحد الهويه مغربيه اللي خصنا نحافظوا عليها. انا شخصيا حرصت انه يكونوا جميع الصناع من المنطقه. كنت درت واحد الاعلان في يعني في الصفحه الشخصيه ديالي في فيسبوك، كان اتصالات حتى الايام الاخيره جاوا الناس كيسولوا. الحمد لله مثال واحد الصانع تقليدي ولد المنطقه ديال الفضل اللي تابع المقاطعه مرشي جا كيطلب معرض كيتسحبوا راه الامور يعني راه غير كتجي وتدخل. اللي حس الحظ ديالو انه كان واحد المعارض تعرض لشي مشكل، ما يعني بقى واحد الرواق اللي فارغ في نفس النهار في عوض ما يبقى حط في الشارع وعشوائي. شفنا المسائل ديالو، يعني كينتمي لغرفه الصناعه التقليديه، صانع تقليدي من المنطقه، والحمد لله في نفس اليوم دخل وخد الرواق ديالو، هو معزز مكرم ومحافظ على الكرامه ديالو، وهذا هو اللي كنشجعوا فيه اي يعني الممثلين ديال المواطنين ولا الممثلين ديال سواء في المجالس ديال الجماعيه او المقاطعات او في الغرف، انه يساهموا انه اللي كيكون محتاج اكثر وكيدير واحد الحرفه يدويه يدخل، لانه كنساهموا في عدم الانقراض ديال هاد السيد، يعني اللي انقطاع ديال الرزق ديالو تيبقى تدريجيا. ملي كتعاود تساهم في الدخول ديالو وتشجعو يكون يعني بدون مقابل، راه كيزيد تواحي وكيتشجع وتيقول راه كاين اللي كياخذ باليد ديالي.